نتحدث الآن عن توقيع مذكرة ستكون بين المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية، الهدف منها هو نقل خدمات وملفات الدعم. نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع سعادة الدكتور مهند العزاء، أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. صباح الخير سعادة الدكتور، وأهلا وسهلا فيك. شرفتنا بدنيا الدنيا. يعني ما عرفناه عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بأنه يدعم ما يقارب 1800 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا ملتحقين بالمدارس أو بمراكز التربية الخاصة. هذه المذكرة كما عرفنا بأنها ستعمل على نقل ملفات خدمات الدعم إلى وزارة التنمية الاجتماعية. فحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا القرار اللي اشتغلتوا عليه مع وزارة التنمية الاجتماعية، وما التغيير أيضا الذي سيحدثه؟ شكرا جزيلا أولا على إتاحة الفرصة. هو باختصار المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين حينما بدأ أو أسس في عام 2007، كانت الفكرة من وراءه أن يكون هو الجهة التي ترسم السياسات وتتابع تنفيذ القوانين والخطط والبرامج. للأمان المجلس الأعلى لم يقم بهذا الدور أو لم يتمكن من القيام بهذا الدور خلال الفترة الماضية على النحو المطلوب، لأنه تم استهلاك المجلس في تقديم العديد من أشكال الخدمات المباشرة تماما، يعني بنحكي عن كاش ماني لأفراد ولأفراد من خلال مؤسسات. السبب في هذا بأنه كان مع نشأة المجلس الرؤية شأن أي مؤسسة حديثة النشأة لا تزال في طور التبلور، كان هناك في احتياج وإلحاح ومطالبات وتوقعات لدى الناس، أدت إلى أنه المجلس يتم اجتذابه إلى يعني هذا السياق أو هاي الحلبة اللي هي ليست الحلبة التي يجب أن يكون لاعب أساسي فيها. الآن مع وجود قانون جديد تحت قبة البرلمان، يعيد المجلس إلى وضعه الصحيح كراسم وصانع للسياسات. هذا القانون يحول دون أن يستمر المجلس في تقديم الدعم المباشر وكأنه هو بمثابة صندوق معونة وطنية. لذلك كانت وزارة التنمية الاجتماعية متفهمة جدا وواعية تماما لهذا الموضوع، وتعاملت مع هذا الملف ومعنا بروح الفريق الواحد. لذلك قالوا ليس لدينا ما يمنع من أن نأخذ هذا الملف لأنه يدخل في صميم اختصاصنا، لأن وزارة التنمية هي المعنية بتقديم أشكال الدعم العيني والمالي والفردي، ولديها آليات هي بمثابة يعني المحرك الرئيسي، وهي ستكون أقدر من هذا المجلس لتقديم هذا الدعم. وكان أمامنا حل من اثنين، إن إما أن ننتظر صدور القانون ونقول للناس المنتفعين بأنه مع هذا القانون الجديد لا نستطيع تقديم الدعم، والناس تصير في يعني في الفضاء هيك بدون أي تعويض بدون أي حلول بديلة، أو أن نستبق نأخذ خطوة استباقية وننقل الملف تدريجيا لجهة أخرى كي يستمر الدعم للأشخاص والمؤسسات من خلال آليات أخرى. وهذا ما قمنا فيه أو ما سنقوم فيه إن شاء الله. طيب إذن هذا هو سؤالي، يعني سعادة الدكتور، توقيع هذه المذكرة سيكون بيوم مشهد الخميس اللي بعده بتاريخ 20/4. هل تم رسم آلية معينة أو اعتماد آلية معينة لنقل أو لتوعية الناس بعملية النقل؟ يعني أيضا هل عملية النقل كانت تدريجية، الناس معتادة على المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين، لكن هلأ صار الانتقال إلى وزارة التنمية الاجتماعية، فهل أيضا ستكون العملية سهلة نفس اللي بيروح على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين للحصول على المعونات ستكون نفسها بوزارة التنمية الاجتماعية؟ يعني زي ما بيحكوا بالإنجليزي يهد ذنيل دهد، يعني هاي هي النقطة الرئيسية أو الإشكالية الرئيسية اللي تصحب أي مرحلة انتقالية. صحيح الناس اعتادت على آليات معينة، لكن إحنا حاولنا أن يبقى المجلس في الصورة خلال عام 2017، وبالتالي كل ما هو مسجل لدى وزارة التنمية سينتقل للتنمية، والتنمية كانت كريمة في التعامل مع هذا الملف وقالت سوف ندعم بنفس المعايير والآليات التي يدعم فيها المجلس. وما هو مسجل مع غير التنمية سيستمر المجلس في دعمه إلى نهاية عام 2017، وبالتالي الناس ما راح تلحظ تغيير بسيط، لكن للأمانة بده يكون في تغيير في القيم، بمعنى أنه بالأول كانت القيم مرتفعة جدا لبعض الحالات، الآن نعمل على توحيد القيم مش لأنه إحنا هيك بدنا، لكن لأنه النظام المعتمد لدى وزارة التنمية
لديهم سقوفهم ولديهم سقوف محددة يجب أن نلتزم فيها. نعم. طب سؤالي، مبالغ الدعم اللي رح تكون، هل ستكون كافية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي كانوا أصلا يأخذوا هذا الدعم من المجلس الأعلى، ولا مثلا صار في هناك فئة معينة لمنهم مثلا دون خط الفقر على سبيل المثال؟ لا، رح تكون، هو بصراحة إحنا الدعم رح يكون للناس اللي موجودة أوريدي بالكشوفات عنا. نعم. أي حالات دعم جديدة سوف تتولاها وزارة التنمية لاحقا، والتنمية لديها أيضا من تدعمهم باتجاه آخر، وبالتالي المبالغ الموجودة أو مبالغ الدعم لهذا العام هي سوف تحول من المجلس الأعلى إلى وزارة التنمية، فالمبالغ أوريدي مرصودة وموجودة. نعم نعم. طيب إذن بالانتقال إلى موضوع آخر سعادة الدكتور، طبعا معروف أن الأردن هو موقع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كل 4 سنوات يتم هناك مراجعة أمام لجنة الأمم المتحدة. مؤخرا طبعا كان في هناك مشاركة من قبل أعضاء بالمجلس وأيضا بعض من منظمات المجتمع المدني في جنيف لمراجعة بنود ومدى التزام الأردن أيضا ببنود هذه الاتفاقية. فأحكي لنا أكثر شو المخرجات يعني والنتائج اللي خرجتوا منها بعد هذا الاجتماع مع لجنة الأمم المتحدة. هو هذا حدث دولي زي ما تفضلتي، الدولة طالما التزمت باتفاقية فكأنما هي طرف في عقد يقول بأنه أنا ملزم بهذه الاتفاقية وعلي أن أثبت التزامي. لذلك تأتي لجان الأمم المتحدة وتقول للدولة زي ما تفضلتي كل 4 سنوات أنه تعالوا، ما الذي التزمتوا فيه؟ كيف طبقتوه؟ ما الذي لم تلتزموا فيه؟ فكان نقاشنا مع اللجنة، كان المجلس الأعلى، كان في تمثيل لرئاسة الوزراء من خلال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، كان في عطوفة أمين عام وزارة التنمية، وكان في أيضا ممثل عن وزارة التربية والتعليم. المناقشات جميعها تمحورت حول أسئلة محددة للأردن عن متى سيتم إصدار هذا القانون، ما الذي سيحدث هذا القانون من تغيير، وكان في جملة كبيرة من الأسئلة عن دور الإيواء، بأنه لماذا إلى الآن المملكة تقوم بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة فقط بسبب أو على أساس إعاقاتهم داخل دور الإيواء، وما الخطوات التي سيتم اتخاذها. تم شرح موسع ومفصل للجنة، كان مشروع القانون الجديد اللي بين يدين مجلس الأمة داعم جدا ومفتاح الأجوبة على العديد من الأسئلة. امبارح بالأمس أصدرت اللجنة concluding observations اللي هي الملاحظات الختامية، وفيها جملة من التوصيات تركزت في غالبيتها وفي معظمها على التعليم وعلى ضرورة الانتقال من الإيواء إلى الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. طيب دكتور، يعني بما أنه ذكرت الآن أنه مبارح صدرت توصيات أصدرتها لجنة الأمم المتحدة، هل سيتم تعميم هذه التوصيات من قبل الحكومة وتعميمها مثلا على الوزارات وأمام العامة، لحتى أيضا الناس الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم يكونوا مطلعين على التوصيات اللي عم تشتغل عليها لجنة الأمم المتحدة بما يتعلق بشؤونهم؟ طبعا هذا سؤال على درجة عالية من المهنية، لأنه هذا بالضبط اللي كتبته اللجنة، يمكن بنفس العبارات اللي تفضلت فيها، بأنه يجب على الدولة تعميم هذه التوصيات، ويجب عليها اختار منظمات المجتمع المدني وكل أصحاب الشأن فيها، ويجب عليها اختار اللجنة خلال 12 شهر ما الذي اتخذته من إجراءات للقيام بهذه التوصيات. فهو بالضبط يعني تليباثي بينك وبينهم، نفس الفقرة اللي تفضلت فيها هي اللي اجت في التقرير، وهذا ما سنقوم به. نعم، هذا ما ستقوم به ان شاء الله. طيب اذا هذا المؤتمر القادم سيتضمن ايجازا حول اخر المستجدات لمشروع قانون الاشخاص ذوي الاعاقة، واللي كما ذكرت لي دكتور مهند بانه هذا ستتم مناقشته قريبا بقبة البرلمان ومن صحيح. قبل مجلس النواب. فاحكي لنا اكثر، يعني هيك احنا يمكن هذا القانون سيكون كبير جدا انه نقدر نغطيه خلال هاي الفقرة. صحيح. لكن اذا بتقدر تحكي لنا عن بعض أهم بنوده. أعتقد القانون هو من القوانين زي ما تفضلت المصنفة بأنها قوانين طويلة. القانون قانون عصري جدا، أعتقد بأنه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، بل أزعم أنه على مستوى القارة الآسيوية حتى من خلال عملي المسبق في مراجعات العديد من تشريعات الدول. قانوننا اللي بين يدين مجلس النواب هو قانون يحدث نقلة نوعية على المستوى المفاهيمي وعلى مستوى توزيع المسؤوليات والممارسات. تعريف الإعاقة أصبح تعريف واسع يدخل العوائق والحواجز البيئية، ويعتبر الإعاقة حالة من إعاقة الشخص عن ممارسة حقه وليست حالة مرضية.
القانون الجديد يلزم وزارة التربية والتعليم بضرورة التحول إلى التعليم الدامج الكامل وتهيئة المدارس والمناهج خلال 10 سنوات. يلزم القطاع الذي يعمل في مجال الإيواء بأن يصبح قطاعا دامجا شاملا نهاريا خلال أيضا فترة تدريجية 10 سنوات يتم خلالها طرح بدائل. يؤمن للمجلس، وهذا أهم شيء، جملة من الموارد المالية لتمكين المجلس والوزارات الأخرى من تنفيذ التزاماتها. وأخيرا وليس آخرا، من أبرز ما في هذا القانون وضعه لأطر زمنية محددة 5 سنوات وعشر سنوات لكل وزارة كي تقوم بالتزاماتها، بالإضافة إلى أحكام جديدة تكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وممارسة العنف ضدهم. نعم، يعني إحنا بالنهاية نقول أنه الأهم من كل هذا هو أهمية الضغط على الحكومة من أجل تفعيل هذه القوانين. أنا ختاما بدي أتشكرك سعادة الدكتور مهند العزة، وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا ستي، وأنا دعوي لكل الزملاء والزميلات الصحفيين لحضور هذا المؤتمر. نعم. والإعلاميين يوم 24. شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.